خزن ده باللي نختار وده على الميزان اتوازن. في ناس عملها املها وخيرها بتقصد وناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير. ناس بتعب بشكاير مقاسم عاصي وخساير من بعد ضمير ده ماله مهما يسدف في ماله. من بعد ضمير ده ماله مهما يسدف في ماله. ولا يعلي في عماير مصيره مستقصده. قولوا للي أجل الحرام يخاف بكرة اللي كانوا يفسدوا. يا بالغني بالحرام لو ناوي بقى تقف جنبنا في الشغل ولا هتبيع القضية انت كمان؟ انا قلت لماما ان انا هتابع كده من بعيد لبعيد حسابات المدبغة لكن مش هقدر ابشرها بشكل كامل. ليه بقى ان شاء الله؟ هفتح شركة سمسارة وبجهز لفرحي. خلاص مال حرام فرقنا وخلى كل واحد في وادي. هي دي سنة الحياة يا اشرف، كل واحد بياخد نصيبه. بياخد نصيبه اللي بيختاره. محدش عارف بيختار نصيبه ولا نصيبه هو اللي بيختاره. انا تسرقني يا صايع وتخلي رقبتي يد السمسمه قدام اخواتي؟ لا عاش ولا كان يا معلم مختار. اهو عاش وسرق وعيني عينك والكل شايف وبيتكلم. وانت مصدق الكلام ده يا معلم؟ ده انا لحم اكتفي من خيرك، معقول احط الايد اللي اتمدت لي؟ اتفضل. ايه دول؟ 12 باكو حق البضاعه اللي باظت. هو في بضاعه بايظه بتتباع؟ بعتها يا معلم بنص التمن. وايه اللي بوظ البضاعه؟ هي ياض مش في المخازن متامن عليها؟ ماسوره ميه ضربت في الشارع، الميه اتسربت ودخلت على المخازن بوظت البضاعه كلها. يا دي الخيبه، مش تقول لي يا ابني على حاجه زي كده. انا كلمتك يا معلم وقلت لك. قلت لي امتى؟ ليله ما حصل. بس يظهر عليك كنت مونون حبتين. لا يا اخويا شكلك كذاب ومش هصدقك. بس انت بتحبني يا ريس. انت بتحبني؟ ده انا راجب يا معلم، دراعك اليمين واللي بجيب لك التايهه. خلاص يا راجب ماشي، هسامحك المره دي بس عشان بحبك، انما اوعى تفتكر ان الخدمات اللي بتعملها لي دي محدش يقدر عليها. لا ده انا عندي بدل النفر 1000 من يخدم بصباعي كده، وخصوصا ان دفيها حلو. بس انا بقوم بخدمات خطره يا معلم تودي في حديد. ده انا كنت هروح في ده يوم حماية الشهر العقاري. بس يلا ولا انت هتسيح؟ ما انت اتفحت يوم نفحه حلوه واتبشبشت على الاخر. حصل ولا ما حصلش؟ حصل يا سيد الناس. يبقى تتلم بقى كده وتعرف اني سايبك هنا بمزاجي عشان لما احتاج لك الاقيك. تكن بقى كده وتهدى وتبطل تنطيط، فاهمني؟ عشان ما تبقاش عامل لي زي اللومه في الزور، لاني لو قلبت عليك يا رجب ربنا ما يوريك شر اهل بيتي. مختار بيتحداني ومخلي الواد الجربوع ده لسه بيشتغل في المدفعه. بعد كل اللي عمله؟ قال ايه انا ظلمته؟ وبيقول ان الواد بشطارته لحق البضاعه بعد ما باظت وباعها بنص الثمن. طب ايه اللي بوظ البضاعه يا ابني؟ المجاري ضربت في المخزن قال يا امي. الله، يعني هم ما يعرفوش اصول التخزين يعني ايه؟ او كلام ما يدخلش العقل. بس مختار مصدقه ومقوي الواد ده عليا، وبعدين الشغل كتير قوي مش ملاحق انا عليه، نفسي حد يساعدني. طب ايه رايك يا اشرف لو جبنا واحد يشتغل وياخد مرتب كل شهر؟ تاني يا امي، وبعدين هو في حد الواحد يعمل له اليومين دول؟ انا مستعده اساعدك وباشر معاك المحل. انت بتقولي ايه انت كمان؟ تشتغلي وانت حامل كده؟ وبعدين احنا ما عندناش ستات تشتغل، امال احنا رحنا فين؟ هو انا يعني هعمل ايه غير ان انا اقعد على الكرسي وباشر الشغل؟ اي حبيبتي، بس ده هيبقى تعب عليكي. يا ماما قعدت هنا زي قعدت هناك، وهو بالمره سلي نفسي بدل ما انا زهقانه طول النهار، وكده كده رؤوف بيجي بالليل، وبكالوريوس التجاره اللي انا واخداه هستفيد بيه. يا حبيبتي ربنا يديك على قد نيتك يا ضناعي. انت هتسمعي لها يا ماما؟ طبعا يا ابني، مش مالها زي ما هو مالكم ولازم تخاف عليه. يعني انت موافقه انها تشتغل وهي حامل كده؟ ستات كتير حوامل بينزلوا يشتغلوا ويتنططوا كمان في الاوتوبيسات، اكل العيش ما بيعرفش الحاجات دي يا سياده الرائد. او تقسموا الشغل بينكم، حد في المدبغه وحد في المحل، واهو نعيش يا ابني بالحلال. ولما تيجي تولد بقى ان شاء الله ساعتها بقى يحلها 1000 حلال. بس المهم تنقذونا من الغرقه اللي احنا فيها دي يا ابني. تعبت نفسك قوي معانا النهارده يا ست الكل.
المهم ان احنا ستفنا البضاعه وعرفنا ايه اللي عندنا في المخزن. اللي خلف ما ماتش. اشمعنى بقى؟ الحاج الله يرحمه كان دايما بيهتم بالبضاعه اللي في المخزن عن البضاعه المعروضه. الحمد لله، والله عنده حق. لو البضاعه خلصت في المخزن هتعملوا ايه؟ مالك ستنوره؟ مغص فظيع. ستنوره خير يا دكتور؟ طمني. لا خير ان شاء الله، واضح انها عملت مجهود جامد جدا، وده مش كويس خصوصا انها حامل في شهر السابع، والحركه الكتير خطر على الجنين. يعني لا قدر الله الجنين حصل له حاجه يا دكتور؟ لا الحمد لله سليمه المره دي، ولازم لها راحه تامه، ما تتحركش من على السرير، ولو حصل غير كده انا غير مسؤول. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا دكتور. الف سلامه عليك يا نور. الله يسلمك يا سلام. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي حصل؟ انا تليفون اشرف جابني على ملا وشي. هي بخير والحمد لله، اطمن. بس هي بقى محتاجه راحه تامه لحد ما تولد. البيبي شكله شقي قوي، بيتحرك كتير. على فكره هي لازم تقعد عندنا اليومين دول، لان هي ما تقدرش تقعد في شقتكم لوحدها، هنا كلنا هنراعيها ونبقى جنبها. معاكي حق يا طنط، انا كمان مشغول اليومين دول شويه بصراحه، بقى مش هرتاح لو هي في وسطكم. ربنا يكملك بعقلك يا ابني. مالك يا اشرف؟ قلت لك يا ماما بلاش نوره، ما سمعتيش الكلام. وانا يا حبيبي يعني كنت اعرف ان كل ده هيحصل؟ طب والعمل دلوقتي هنعمل ايه؟ انا خلاص ما بقتش ملاحق على المحل ولا المطبخ، يا دوب بخلص شغلي بالنهار في الليمان بتكون المطبخ قفلت. خلاص يبقى عم بشندي خليه في المطبخ وانت في المحل. عم بشندي ايه بس يا ماما؟ الراجل كتر خيره شايل معايا كتير، وبعدين ده راجل كبير وله حمل برضه. يبقى إيه، مفيش بقى غير ان انا انزل المطبخ واساعدك في الشغل. انت بتقولي ايه يا ماما؟ ده لا يمكن ابدا. هنعمل ايه بس يا ابني؟ ما هو المضطر بيركب الصعب. اللي بتقوليه ده هو اللي صعب، وبعدين انت عمرك اشتغلتي؟ ارجوك يا ماما سيبي الموضوع ده من دماغك. بس يا حبيبي ما هو يا ماما لو سمحتي، لو سمحتي يا ماما، وبعدين انت مخلفه رجاله ليه؟ ده العاش ولا كان لو ده حصل ابدا. بعد اذنك يا ست الحاج، انا ممكن اقول حاجه؟ عايزه تقولي ايه يا سماح؟ يعني بعد اذنكم انا ممكن اساعد. تساعد في ايه؟ ممكن اقف في المطبخ. او ده كمان اللي كان ناقص. ليه بس؟ هو انتوا مش بتعتبروني واحده منكم، ولا مش مستأمنيني يعني؟ بالعكس يا حبيبتي، الايام بينت معدنك الاصيل، قول ما عرفكش يجهلك. الله، ده انتوا بقيتوا سمنه على عسل اهو يا ماما. سماح طيبه قوي يا اشرف، وتستاهل كل خير. كتر خيرك يا ست الحاج. طيبه على عيني وعلى راسي، انما ده سوق وتجاره، واللي يقف فيه لازم يكون بيعرف يقرا ويكتب ويكون فاهم في الحسابات. انا بعرف احسب واقرا واكتب كمان، انا خارجه من سته ابتدائي، وبعدين انا اشتغلت قبل كده وبعرف ابيع واشتري. كنت بتشتغل ايه قبل كده يا سماح؟ كنت ببيع مناديل وورد، واشتغلت كمان في قهوه. لا بسم الله ما شاء الله، وده بقى ايه علاقته بشغلنا؟ كلها تجاره يا سي اشرف، وبعدين انت عرفني البضاعه واسعارها وهتشوف انا هعمل ايه. ها قلت ايه يا ماما؟ والله يا بنتي اللي يقف في المكان ده لازم يكون امين، وانت اضمن واحده على الاقل بقى، ده مال جوزك. ايه يا ماما؟ انت هتوافقي على الكلام اللي بتقوله ده ولا ايه؟ وليه لا يا اشرف؟ فيها ايه؟ سماح بنتي متودكه وفاهمه في السوق كويس. بعدين ما تقلقش من حكايه الشهادات دي، يعني ابوك الله يرحمه كان معاها شهادات. التجاره دي يا ابني موهبه، ربنا سبحانه وتعالى بيديها لبعض خلقه. والله معاكي حق يا ست الحاج. طب بقول لك ايه يا سماح؟ عايزاكي بقى يا حبيبتي تقولي لجوزك احسن له ان احنا شغلناكي من وراه، ويمكن لما يعرف ان انت نزلت الشغل يخلي عنده دم وينزل بدالك. قلت لا يعني لا. ليه بس يا سي مختار؟ ليه؟ يعني ايه تنزلي تشتغلي وسط الرجاله في السوق؟ وفيها ايه يعني؟ ده حتى الايد البطاله نكسه. انت ناسيه انت مرات مين؟ ودي حاجه تتنسي يا اخويا، ده شرف ليا، بس الملل وحش يا سي مختار. سلي نفسك باي حاجه. وايه اللي هيسليني يعني قد الشغل، خصوصا لما تبقوا محتاجين حد؟ يا سماح انا اتصرف واجيب حد بمعرفتي، انما انت لا. عشان خاطري يا سي مختار، مش كفايه انك سايبني طول الليل وطول النهار لوحدي، كمان مش عايزني اتسلى. وانا منعتك تتسلي يا بنت الناس، ما تتسلي بالطريقه اللي تريحك، بس جوه البيت. ماشي انا موافقه، بس تخصص لي يوم اجازه كل اسبوع تقضيه معايا. يا سماح ما انت عارفه انا مش فاضي اليومين دول، مشغول على الاخر. طب يرضيك يعني تبقى انت مشغول لشوشتك وانا قاعده هنا بنشر الدبان من على وشي؟ عشان خاطري يا سي مختار، اديني فرصه اعمل حاجه مفيده. انت بقيتي زنانه قوي يا سماح. وهفضل ازن كده لغايه ما توافق. ده انت مستقتله بقى. على الاخر، ولو بتحبني وعايز لي الخير اكيد هتوافق. أو زي ما قلت لك تخصص لي يوم إجازة في الأسبوع تقضيه معايا. لا لا خلاص اشتغل أحسن، على الأقل تتشغلي وأنا ما أتعطلش. متشكرة يا حبيبي، ربنا يخليك ليا. باركيلي يا حبيبتي.
برجيلي. خير يا رؤوف؟ اخيرا هحقق مشروعي وابقى حر نفسي. ازاي؟ شوفي يا ستي، انا النهارده قابلت واحد صاحبي بيشتغل في بنك، وعرضت عليه يعني يديني كارد عشان اعمل مشروع المطعم اللي قلتلك عليه. ومعقوله هيدي لك كارد من غير ضمان؟ لا طبعا، هو في حاجه اسمها كده؟ امال ايه الضمان بقى؟ ان شاء الله. شقتنا يا حبيبتي. قصدك شقتي؟ انت ناسي ان بابا الله يرحمه شاريها باسمي؟ لا ما نسيتش، بس انتي مراتي ولازم تقفي جنبي. ايوه بس دي اللي احنا عايشين فيها يا حبيبتي. اوعدك اول ما المشروع يشتغل هجيب لك فيلا، مش حته شقه صغيره زي دي. لا يا رؤوف مش هينفع. مش هينفع ليه يا نور؟ انا ما صدقت لقيت الحل ده. دي الشقه اللي حالتنا، معقول هنغامر بيها وانا على وش خلفه؟ طب افرض خسرت هنقعد في الشارع؟ انتي مش واثقه في جوزك ولا ايه؟ المساله مش مساله ثقه، بس ده سوق يعني ممكن يصحصح وممكن ينام. يا حبيبتي ان شاء الله هيصحصح وهتبقى زي الفل. لا يا رؤوف شوف لك حاجه تانية بعيد عن الشقه دي. حاجه زي ايه يعني؟ معرفش، بس الشقه دي هي الوحيده اللي بابا سايبها لي من فلوسه الحلال، واستحاله افرط فيها ابدا. يا حبيبتي ما هو عشان كده ربنا هيوفقنا، لانها فلوس حلال. ولا انت بقى مش واثقه في ربنا؟ ونعمه بالله، بس ازاي ربنا هيوفقنا وانت هتاخد قرض من البنك؟ طب وفايدي كمان فيها ان القرض من البنك ده يعتبر ربا؟ هو انت يعني هتفهمي اكتر من المفتي وشيخ الازهر؟ ما هم حللوها. وبعدين يعني ما الحاج والدك الله يرحمه كان بيتعامل بقروض، مش كده برضه ولا ايه؟ الله يرحمه بقى ويغفر له اخطائه. يا حبيبتي ارجوكي ساعديني عشان اقدر اقف على رجلي بقى. بس ده حرام يا رؤوف. وبعدين بقى يا نوره، هو احنا نخلص من حكايه الورث تدخلي في حكايه الفايده؟ مش كده بقى؟ واضح ان انا كلامي ما بقاش عاجبك. بالعكس يا حبيبتي، انت صح لدرجه مش موجوده اليومين دول. وايه المطلوب مني؟ مطلوب منك تبقي مرنه شويه، الحياه النهارده عايزه الانسان الفليكسبل. فليكسبل يعني عاوزني اعمل ايه؟ تعملي توكيل عشان اقدر ارهن الشقه واخد الكارت، وان شاء الله هردهم في اقرب وقت ممكن. توكيل؟ دوت يا حبيبي جاب لي الفيلا دي علشان نتجوز فيها، وهيجيب لي واحده تانيه في الساحل الشمالي عشان ابقى اروح فيها في الصيف. يا عيني يا عيني، ده انت وقعتي واقفه ليه؟ وقعت؟ وقعت ده ايه؟ ده هو اللي وقع على جوزه في حبي. قولي لي يا رشا، هو خطيبك ده ملوش اخوات؟ ليه؟ بس ريحي نفسك، كلهم متجوزين. يا خساره. هلو يا رشا، ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حبيبتي؟ نانسي هانم صاحبتي وحبيبتي شيرين سهى. اهلو يا بنات. هلو استاذ محمد. ادي الفستان اللي وعدتك بيه. بجد؟ لسه واصل امبارح من باريس. الله يجنن. طبعا، وده معقول هختار لك حاجه اي كلام؟ ده انا طالبهولك من احسن بيت ازياء من فرنسا. فرنسا؟ طبعا، دي اقل حاجه تليق بروش حبيبتي. انت اللي حبيبتي وروحي وقلبي، انت دلوقتي بقيتي اعز صاحبه عندي. بس انا مش عارفه يعني، حاسه كده ان هو يعني ديله مقزعر شويه من ورا. هو شويه مقزعر، وكمان عايز يتضايق شويه من الجناب. هو قصته كده، دي موضه السنه دي. موضه السنه دي؟ ايوه طبعا موضه السنه دي. انتوا ما بتشوفوش فاشن تي في ولا ايه؟ لا طبعا بنشوف. وكمان متابعينها اول باول، بس الحقيقه يعني عمرنا ما شفنا القصه دي قبل كده. اكيد بتشوفوا فاشون اريبيا المفتوح. هو في غيرها؟ ايوه طبعا، في فاشون اوروبا المتشفره اللي اكيد ما بتشوفوهاش عشان متشفره. يلا يا روشي يا حبيبتي تعالي نقيس الفستان وتقيسي الجزمه اللي جبتها لك من ايطاليا مخصوص. اكيد ذوقها هيجنن، ما انت ذوقك زي ذوقي بالظبط. عن اذنكم. الله يرحم، وكلت البلح ولبس الكانتو. الواطي واطي ولو لبسوه بلاطي. السلام عليكم ست الكل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والعمل يا ريس بشنت المدبغه كده هتقف؟ والله يا بنتي العمل عمل ربنا، ادي الله وادي حكمته. العمال اللي سابوا المدبغه راحوا اشتغلوا في المدابغ النموذجيه بيوميات اعلى ومتامن عليهم كمان. طب وهم العمال سابوا المدبغه ليه؟ عيال خرعه ومش بتاعت شغل. اسكت انت، حتى زلك تتكلم. جرايه ست سماح، انا اللي المفروض اجاوبك هنا. مستي مختار كان معيني رئيس عليهم ولا ايه؟ كان زمان وجبر. انت سبب في طفشانهم من المدبغه. اهو ده اللي انت فالح فيه، تقعد تتبلى عليا وتعيب فيا. لما عيب في اللي ما يعرفش العيب ما يبقاش عيب. بس خلاص، انتوا هتتخانقوا قدامي ولا ايه؟ ما انت شايفه يا ست سماح قله ادب وطوله لسانك. اخرجك قطع لسانك، ده راجل قد ابوك، ازاي تكلمه كده؟ ما هو اللي قالش ملحيتي من ساعه ما جيت المدبغه. ولو انت ايه؟ ما تربيتش ولا ايه؟ ما هو اللي ما قاعد. خلاص اخرس بقى، يلا اطلع بره. هو ايه اللي دخلك هنا اصلا؟ الحق عليا،
عايزه ارسيك على الفوله وافهمك الشغل. نعم يا اخويا، انت اللي هتفهمني الشغل. كنت لفعت نفسك يا فالح، ده انت عامل خساره 20,000 جنيه، ده غير البضاعه اللي باظت في المخازن، ده لو كانت باظت فعلا. استغفر الله العظيم يا ست سماح، انت ظلماني والنعمه. بقول لك ايه، ما يغركش اني وليا، لا ده انا بنت سوق وفاهمه ومدقدقه، والاشكال اللي زيك وردت عليا كتير وبعرفها من اول طله. هقول لك ايه، ما الراجل الخسيس عرف يملى دماغك من ناحيتي. نعم، على اساس اني شخشيخه. العفو يا ست. يلا اطلع بره، اطلع بره، مش عايزه اشوف وشك هنا تاني. لا لا مؤاخذه، انت ما ينفعش تطرديني. على اساس ايه ان شاء الله؟ عشان انت مرات صاحب الشغل مش صاحبه الشغل، وانا عشان اطرد لازم اطرد من صاحب الشغل. ومين قال ان انا بطردك؟ انا بقول لك تطلع تتفضل بره مع العمال. يلا اطلع بره بره. يسلم فمك عم بشنتي، هرجوك لو سمحت خليك جنبي. وشور عليا اعمل ايه؟ لحسن احنا مش فاهمه حاجه في شغلانتكم دي، وخايفه يطلع مفيش مني امل. بالعكس، ده انا متفائل بيكي قوي بجد. اللي ترفض الظلم وتطرد الجعر ده شر طرده، يبقى قلبها علينا واكيد في منها امل. كان في بينهم سلام ومحبه مش خصام، كان في بينهم سلام ومحبه مش خصام. اسمع مختار باشا. كان في بينهم سلام ومحبه مش خصام، كان في بينهم سلام ومحبه. اوعى اوعى. كان في بينهم سلام ومحبة مش خصام، يا خسارة مش حرام نتوه بالشكل ده. الناس الطيبين في الطبع غير كده. ولعبة بقى معانا كل مبروك يا عريس. الله يخرب بيتك يا مختار. ليه؟ طول عمرك منحرف، بس ما كنتش متخيل ان الانحراف هيوصل بيك للدرجات دي. ايه؟ انت سكرت ولا ايه؟ طبعا. امال ايه ده؟ انت ايه، انت ما سكرتش؟ انا حد الله، ما انت عارفني ما بشربهاش. اوعى تقول لي انك لسه بتستحرمه. هو الحرام في لسه؟ الحرام حرام على طول. يا سعد، كلامك صراحة يعني مش ماشي مع جو المكان اللي احنا فيه. ربنا يتوب علينا منه يا رب. بشر مخطئين، إنما القلب عمران بالإيمان. اللهم قوي إيمانك يا رب. آمين يا رب. بص بقى، بمناسبة جوازك أنا عامل الحفلة دي على شرفك وجايب لك هدية. إيه دي؟ أنت ساحر ولا إيه؟ حاوي. إيه ده؟ إيه دول؟ اختار اللي تعجبك منهم هدية من عندي. والحبايب الحبوب الزرقاء دي كلها هدية فوق الهدية، عشان تطرعم وتبقى آخر زهزهة. انت والله انت هتجنني والله. ليه؟ يعني انت ما بتشربش خمرة عشان حرام؟ طبعا. وعايز بقى فاهمني ان دول حلال؟ حد الله بينك وبين الحرام. امال دول قرايبي يعني؟ انت هتختار اللي تعجبك منهم تبقى حلالك، وهديك معاها عقد عرفي مكتوب، وفي اخر الليل بقطعه وتعيش. لا يا معلم. فكر. لا 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 يا عم انت، لا لا انت يعني عايزني اتجوز عرفي وانا فرحي بعد يومين؟ مش احسن ما تعمل حاجه حرام؟ الله، بقول لك في اخر الليله بقطع الورقه وارمي عليها اليمين. والله؟ فكر تاني. يا عم لا يا عم، لا يا عم، انا بحب خطيبتي ولا يمكن اخونها. خيانتي، استغفر الله العظيم، ده جواز. وبعدين هو انتوا لسه اتجوزتوا؟ يا دفع، ده تدريب عشان يوم الماتش تبقى لعيب. ده ولا داخل على مراتي ولا داخل بطوله؟ اكتر
ده انت داخل على دخلة، وبعد الدخلة عندك شهر عسل 30 يوم. هو لسه في حد بيعمل شهر عسل 30 يوم؟ امال هو الشهر كام يوم يا بناتين؟ 30 يوم. الشهر دلوقتي كبيره 10 ايام. هو في حد فاضي؟ ليه؟ وراكوا ايه؟ ولا بتتحججوا عشان تداروا على خيبتكوا وقلة تدريبكوا؟ جاتكوا نيلة شباب اخر زمن. والله عندك حق. الله يلعن ابو ام الفراخ البيضة اللي عملت فينا كده. حبيبتي بدل ما كنت تتعبي نفسك بس وتيجي لحد هنا، كنت تكلميني في التليفون وانا ابعت لك الفلوس اللي انت عايزاها. الحكاية مش حكاية فلوس وبس. مش حكاية فلوس؟ امال حكاية ايه؟ يعني مش عارف يا نديم. الحكاية يا سيدي انك وحشتني. لا 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 لا، بس اسمعي اسمعي بس اسمعي بس يا حنان، انا مش هيقلك. وبعدين ما تنسيش ان هنا مكان شغل. قول لي امتى اقدر اعبر لك عن مشاعري وانت سيبني من الاربع حيطان وما بتجيش خالص. هانت هانت يا حبيبتي، قلت لك اول ما الترتيب اللي في دماغي يتم الوضع هيتغير. امتى بس؟ انا تعبت والله العظيم تعبت. ما تتصورش انا الوحده بقت بتقتلني ازاي. ما تخيلش احساسي وانا رايحه لوحدي للدكتور وشايفه كل واحده معاها جوزها، وكأن اللي في بطني ده ملوش أب، كأنه ابن حرام. حنان، الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده بطلي تخريف. اللي في بطنك ده ابني، فاهمة؟ عمري ما هتخلي عنه ولا عنك. بجد يا نديم؟ طبعا طبعا يا حبيبتي بجد. ازيك يا صفاء؟ اهلا. نعم حبيبي. نديم بيه جوه ولا عنده حد؟ لحظة واحدة هشوفه بسرعة. ايوه. بتقولي مين؟ يا دي المصيبة. اوعى تكوني قلت لها ان في حد عندي. طب اسمعي، حاولي تعطليها، قولي لها ان معايا مكالمة من بره على بال ما اتصرف انا. ها؟ يلا يلا حنان بسرعة. يلا فين؟ في ايه يا نديم؟ نعمة بره واحنا هنبقى نكمل كلامنا بعدين. يلا دلوقتي بس. انت حسستني انا عشيتك مش مراتك يا اخي، ده انا الاولانيه. مش وقته بقى الكلام ده يا حنان. يلا يلا. يا نعمة ما ينفعش كده. يا نعمة ما ينفعش، انا زعلانه منك. يا اهلا يا اهلا. نروح انت يا صفاء. اهلا اهلا يا حبيبي. وانا اقول الشركه نورت ليه؟ يا سلام، هي دي مقابله تقابلني بيها؟ مقابله؟ اقعد يا حبيبي. مالها؟ مالها المقابلة؟ في ايه؟ الزفتة السكرتيرة بتاعتك مش عايزة تدخلني وقال ايه معاك مكالمة من برا. مش معقول مش معقول، مجنناني، عاملالي مشاكل جامدة جدا غبية. حقك عليا يا حبيبتي، معلش لسه جديدة ومش فاهمة حاجة. طب قولي انت كنت بتكلم مين؟ ده واد انت غيران عليا ولا ايه؟ وما غيرش ليه؟ مش ست؟ ست؟ الا ست تسأليني انا؟ ده انتي ست الستات. شوفي يا حبيبتي، دي كانت مكالمة شغل. ما هو احنا لازم بقى نشغل المكتب ولا هنقعد عطلانين كده ولا ايه؟ ها؟ يا خراب يا نعمة، ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ انتي ده انتي مش معقولة بجد. الله، ده ورد جميل جدا. مرسي مرسي قوي يا حبيبتي. مع انك ما تستاهلش. ليه بس كده؟ بص بقى يا نادي، انت جوزي وحبيبي وكل حاجة في البيت، انما احنا هنا شركة. يعني انا احط رجلي وادبها في الاوضة اللي انا عايزاها ومحدش يقول لي انت بتعملي ايه؟ طبعا دب دب يا حبيبتي. وحد قال حاجة؟ يبقى تنبه على البنت اللي برا دي تلم روحها معايا بدل ما هوريها وش زبالة. لا لا، وعلى ايه الوش ده؟ ما انا قلت لك يا حبيبتي حقك عليا. وادي راسك اهي، ووعد وعد مني مش هتتكرر تاني ابدا. وعودك كترت يا نديم. هي كترت شويه بس كلها بتتنفذ صح؟ ربنا يتمم بخير ان شاء الله. الله يكرمك يا عم الشيخ. هتكتبوا مهر ومؤخر كام ان شاء الله؟ اكتب يا سيدنا الشيخ، مهر 1,000,000 جنيه ومؤخر 1,000,000 جنيه. يا عم شهيد، انت شارب حاجه على المسا ولا ايه؟ مش كتير عليك يا سعد يا ابني، انت مقامك كبير، ثم ده حق بنتي ودي غالية عليا قوي. ايوه بس ده كتير قوي يا عم شهيد. هو ايه ده اللي كتير؟ امال عايز تدفع كام ان شاء الله؟ عايز ادفع المعقول يا رشا، زي ما اي واحدة في عيلتكم تدفع لها. كل برغوته على قد دمه. انا ده انت دراكولا بقى وجاي تمصمص في دمنا مش عايز تجوز بنتك. اهدى يا مختار اهدى، مش كده الناس هتاخد بالها. اهدى يا سعد،
ده راجل بيجح. انا ما اسمحلكش يا مختار تكلم دادي بالشكل ده. دادك ازاي يعني؟ بس يا رشا يا رشا، الناس هتاخد بالها مش كده. انا كنت فاكراك انك مقيمني اكتر من كده، انما الظاهر طلعت رخيصه في نظرك قوي. يا حبيبتي انت تحفه لا تقدر بثمن، عشان كده انا مش هين عليا ادفع فيكي مبلغ زي ده. خلاص تمن انت وقول كلمتك. اتمن ايه يا عم شاهين؟ هي بيعه وشروه، دي جوازه ولا ايه يا عم الشيخ؟ والله دي حاجه عائليه انا ما اقدرش اتكلم فيها. اه طبعا، ما انت كل ما زاد المبلغ زادت نسبتك. بقول لك ايه يا شاهين، الجوازه كده هتبوظ. ده رايي يا سي مختار، ده تهديد يا حبيبي ولا ايه؟ اعتبريه زي ما تعتبريه، احنا ما بتلويش دراعنا. خلاص يا حبيبي بلاها دي جوازه، ولا انت فاكر انكم هتذلونا؟ رشا رشا اقعدي، ما يصحش كده. خلاص يا جماعه انا موافق. موافق ده ايه يا سعد؟ انا لو منك هفض ده سيره واربينه البيت. الله يسامحك الله يسامحك يا مختار. مختار بيه، انت نسيت نفسك يا شاهين ولا ايه؟ يا اخوانا مش كده، اقعدوا اقعدوا اقعدوا، ربنا يهديك، انتوا هتبقوا اهل ان شاء الله. يا الله مش باين يا عم الشيخ. خلاص يا جماعه خلاص يا جماعه انا موافق. اكتب يا عم الشيخ. موافق ده ايه؟ ايه اللي بتحببه ده يا سعد؟ سيبني بقى مختار الم الليله بدل ما الجوازه تبوظ ونتفضح قدام الناس. تلم الليله؟ انت الخسران، هي فلوسي ولا فلوسك؟ يا جماعه اطمنوا، الخير كتير والحمد لله، ربنا يعوض في اللي راح بقى. اكتب يا عم الشيخ اكتب. توكلنا على الله. يلا بينا اهو معلم ساعة. يلا يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، ما تودينيش يا معلم، ما تبعتنيش يا معلم يا معلم يا معلم، ما تضيعنيش يا معلم وسيبني اعيش يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم يا معلم، تلميذة يا معلم يا معلم يا معلم، تربيته يا معلم يا معلم يا معلم، كاكوكا 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 كاكوكا. المعلم مختار، معلم مختار، نسمع له السقف كبير. يلا بينا معلم مختار ابو العروسه. شيطان والشاطر اعمل لي خاطر، توعني مره ويقول لي حاضر. شيطان والشاطر اعمل لي خاطر، شيطان والشاطر توعني مره ويقول لي حاضر. عاتبني مره الاسوا مره، حرام عليك حرام تانا، حرام عليك حرام تانا. دلعني يا عم انا لحم ودم، مش طالب حته من السما، آخر العنود هيتجوز الليلة. ما قدرتش أحضر فرح، ما قدرتش، وأنت سبب حبك للمال ميل ولادنا، ورثتهم ذنب تقيل في زمن ما يعرفش الرحمة، خليتهم ياكلوا حرام واديت فرصة للحرام ياكلهم. فاكر بكده أمنتهم؟ ده أنت حطيتهم جوه النار بإيديك. الله يسامحك الله يسامحك الله يسامحك. ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا روح قلبي. ربنا يقدرني وأقدر أسعدك طول العمر. أنا سعادتي الحقيقية إن أنا أفضل جنبك طول عمري. آه إيه الكلام الحلو ده؟ ده إحساس يا حبيبي، طول ما أنت شايلني في عينيك ومقدرني. مش عارفه بقى ان الليله دي اسعد ليله في حياتي. الف مبروك يا سعد. اهلا الف مبروك. الله يبارك فيك يا فندم، نورتنا والله. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. مبروك يا سعد. الله يبارك فيك يا صفيه. مبروك يا عروسه. ايه اللي جابك يا صفيه؟
انا ما عزمتكيش، انا ضيفت وانا عرست وبقول لك اطلعي بره. رشا، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما يصحش كده. هو ايه ده اللي ما يصحش؟ انت ايه، ما عندكش احساس يا رشا؟ عيب كده يا رشا، مش قدام الناس. خليهم يا حبيبي يشوفوك على حقيقتك. عامل لي عريس وبتتجوز وعازم لي حبيبتك؟ قلت لك اسكتي. مش هسكت يا سعد. يا رشا ما يصحش. انزل لمستواكي وارد عليكي، انا جيت عشان اعمل الواجب وبس. مبروك مره تانية يا سعد، وربنا يعينك. صفية، صفية، عاجبك كده؟ ده انت ليلتك سودة معايا الليلة دي. اهو ده اللي انا كنت خايفة منه. دي رشا واهلها دول طمعين قوي يا ماما. ولسه الاتنين مليون جنيه دول البداية، واللي جاي اكتر. دول زي ما يكونوا بيبيعوا بنتهم للي يدفع اكتر. والعبيط ابني اشترى بضاعة خسرانة ومش هتربح معاه. سعد معذور برضو يا ماما، اصل طلبهم جه مفاجأة وهو اتحرك قدام الناس. ده عيبه طول عمره، بيجي على نفسه عشان يرضي الناس. سعد طيب قوي. سعد ابني ضحية، لما اتولد اتولد في بيت مقسوم نصين، أنا وأشرف مقفلينه ومحبكينها، وأبوه مختار مفرفشينه مقضيينها. لما تقربي مننا تلاقينا عيلة واحدة، ولما تعشينا أكتر تحس إن إحنا عيلة مقسومة نصين. سعد لما اتولد الكل حب، كان دلوعتنا كلنا، شوية معانا وشوية معاهم. عمره ما رسي على بر، وأنا خايفة بقى نكون أزيناه بالحكاية دي. أزيتوه ده إيه؟ ده أنتوا ربيتوه أحسن تربية. أيوة، ما إحنا مديناهوش فرصة الاختيار، كنا بنعتبر إن هو دايماً عيل صغير ولازم يسمع الكلام. يا حاجة الكلام ده كان زمان، النهارده سعد عريس، فرحه النهارده وهو اللي مختار عروسته بنفسه، محدش فرضها عليه. ما تعودش يختار، وعشان كده لما جه يختار اختار غلط، زي العيل الصغير اللي ما بيعرفش يسوق وفجأة خد عربية أبوه. تفتكري بقى يسوقها صح ولا يعمل حادثة؟ كده بعد الشر عليه يعني، ممكن يعمل حادثة. أنا بقى خايفة من الحادثة دي، وبعد الأيام ربنا يسترها معاه لما تيجي. فلله ولا فالك يا ماما، ربنا يسترها معاه ان شاء الله ويطرح له الخير. والخير هيجي منين وهي مسقيه شر؟ والفيلم مختار وصلني وقال عنده مشوار. انا خايفه من حادثته هو كمان. هو انت لسه خايفه مني؟ بالعكس يا حبيبتي، ده انت العلامه الحلوه اللي حسستني ان لسه ربنا بيحب مختار ورزقه بيكي. ياه كلامك حلو قوي يا ماما. الكلام الحلو مش كفايه، لازم بقى تجدعاني شويه، لازم تشغلي جوزك بيكي ولا عاجبك بقى طفشانه طول النهار. يعني اعمل ايه؟ يعني جدعاني بقى شويه واتيلك حته عيل يملى علينا البيت. عيل؟ ايه الموضوع مش على بالك ولا ايه؟ بالعكس، بس لما ربنا يريد. ما هو ربنا سبحانه وتعالى هيريد لما انتوا كمان تريدوا، مش كده ولا ايه؟ انت برضو اللي زعلانه، انا اللي من حق ازعل. تزعل ليه يا بيه؟ لانك طردت صفية قدام عينيا واحرجتيني قدامها. انت اللي احرجت نفسك يوم عزمتها ليله فرحي. انا مش فاهم بس انت في ايه بينك وبين صفية؟ انت مجرد زميله عاديه. ليه ان شاء الله؟ ما بتحبكش؟ مش حاطه عينها عليك وعايزه تتجوزك؟ يا حبيبتي المهم انا حاطه عيني على مين وعايزه اتجوز مين؟ انت شكلك كده من الرجاله اللي بيحبوا يلعبوا على كل الحبال، وانا بقى شكلي اتخدعت فيك. حول الله يا رب، بتعيطي ليه بس دلوقتي؟ اطلع بره. ايه ده؟ انت بتطرديني من اوضتي ليله دخلتي؟ لو ما طلعتش انا اللي هطلع واسيب لك الفيلا كلها. لا اله الا الله، ما يصحش، دي ليله دخلتي يا حبيبتي. ادخلها لوحدك. ادخلها لوحدي ازاي يعني؟ هو انا ساحر؟ ما يصحش كده يا حبيبتي. ما تقوليش يا حبيبتي، واعتبر بقى دخلتك اتلغت. اتلغت؟ اتلغت ازاي؟ ده انا مستنيها من زمان بفارغ الصبر. لا يا حبيبي، روح بقى استناها في حته تانيه. لا لا بلاش هزار يا رشا، مش معقوله اجيبكم معامله عروسه على عرسها. ما تهزرش، شوف لك حته تنام فيها. انام فين يعني انا؟ ماليش دعوه، ان شاء الله حتى تنام واقف. انام واقف ازاي يعني؟ هو انا حصان؟ افتحي يا رشا يا رشا، البدله خانقاني ولبسي اقلعها والبس البيجامه. بيجامه؟ حاضر. الجامعة
ادي النيله على البيجامه الحمراء. قلت لك البيجامه الحمراء دي فال وحش، ما صدقتنيش. يا ريتني كنت جبت الزرقاء، كانت كسرت العين اللي صابتنا دي. عايش 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 سلطان سلطان عايش سلطان عايش سلطان وانا عايش اغني عايش اغني وليلة ليلة 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 يا ليلة 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 يا ليلة وبعدك النور ولا قريبين. وغير النعم عايش كده ليه؟ مش عارف ده هيكون كبر دماغه وتبقى مصيبة. حساب ترابيزة الشيخ عايش سلطان عندي. مشكور والله ما قصر حبيبي. جرى يا مختار انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ كلام ايه؟ الرهان اللي كان بيننا يا عم. تلاقيه خايف من عايش سلطان بعد العلقه اللي كلها. خايف من مين يا ابني؟ ده انا مختار. انا بس انا ضميري يأنبني، زعلت من اللي عملته. انا برضو غلطان. غلطان في ايه؟ الله، مش عكست صاحبته قدام عينيه؟ ده انا لو مكانه كنت موتني ولا ايه؟ ايه يا رشا؟ طب عبيلي طيب طبق من الاكل الكتير قوي اللي عندك جوه ده، لحسن قلبت الدنيا في التلاجة تحت مش لاقي حاجة. انت كمان ليك نفس تاكل؟ هعمل ايه يعني؟ ما انا واقف على رجلي طول النهار، والبوفيه ما شفتهوش الا وانا بتصور جنبه. بعد كده اتنسف من معازيمك، كلوا نصه والنص التاني عبوه في اكياس. طلعي لي بقى اي حاجه كلها. قلت لا. بطلي انانيه يا رشا، لو انت مش جعانه انا جعان. اطلب دليفري. دليفري؟ طب سيبك من موضوع الاكل ده، افتحي لي بس انام جوه عشان مش متعود انام على الكنبه. نام على الارض. رشا رأى ان حركه زي دي ممكن تاثر فيا ومش هنسهلك طول العمر. انا اللي مش هنسالك ابدا ان احلى ليله بتستناها البنت في حياتها بوظتها لي. طب وليه نفتكر لبعض الحاجات دي؟ ما تفتحي الباب بقى كده وناكل لقمة حلوة من الأكل الحلو اللذيذ اللي عندك جوه ده، وبعدها بقى نقضي ليلة ما ننساهاش طول العمر. قلت لا يعني لا. رشا أنا ممكن أكسر الباب وأدخل بالعافية. فكر تعملها كده وشوف أنا هعمل إيه. هتعملي إيه يعني؟ هرمي نفسي من الشباك. مجنونة وتعملها؟ طب الأكل دليفري، الدخلة هعمل فيها إيه؟ اسمع ايش هذا؟ مين انتو؟ لينا امانة عندك يا عسل. تاني يلا يلا يلا. انت مطلوبه بالاسم. مين بس اللي قالتني؟ انا